طيب، معي عبر الهاتف عصام جزاع، أخصائي التغذية العامة ورئيس قسم التغذية مستشفى العيون بجدة وصاحب المقطع. عصام، ما الذي دفعك إلى تسجيل هذا الفيديو؟ يعني احنا ما سمعنا وجهة النظر الثانية، يمكن عنده مبرر دفعهم إلى نقلك. الحقيقة أول شيء مساكم الله بالخير أخوي علي، مسانا. وبداية أحب أشكركم على إتاحة الفرصة، وهذا ليس بمستغرب عليكم، وصراحة البرنامج متابع وهو يعني منصة لمعالجة هموم المواطن. لن أطيل، لم يدفعني أحد لهذا المقطع، وإنما هي ردة فعل طبيعية كإنسان أحس وشعر بالغبن أو الظلم. في الحقيقة من حق البرنامج أن يستمع لوجهة النظر الطرف الثانية. أنا في هذا المقام لا أشتكي موظف بعينه أو أشتكي قائد بعينه أو أشتكي حتى كيان وزارة الصحة، لأني بكون صادق حتى مع نفسي، لأنهم لم يخالفوا النظام. النظام، نظام مؤسسة الخدمة المدنية، ينص على أنه الموظف يحق لصاحب القرار إرسال الموظف إلى ملاك وظيفته حسب الاحتياج. إذن أنا لا أدعي أن قيادات الصحة في 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 مدينة جدة خالفوا شيء ضد النظام. تواجهت مع المسؤولين وسألتهم لماذا تم نقلي بهذا الشكل المفاجئ أولا، والشيء الثاني أنه كنت متوقع في أي لحظة أن يتم الاتصال بي لترقيتي أو لإعطائي منصب أفضل بناء على مقابلتي لمعالي الوزير عندما شرفني في قسمي الذي أنا أديره وأثنى عليه وقال بارك الله فيك كما أسلفت المقطع. الحقيقة أنه أول شيء أعرفكم بنفسي، اسمي عصام عبد العزيز جزاء، أخصائي تغذية ورئيس قسم التغذية بمستشفى العيون بجدة. الموضوع باختصار شديد أنه لما واجهت المسؤولين وجاوبوني جواب بسيط جدا، قالوا إحنا ما خالفنا النظام، والمستشفى اللي ملاك وظيفتك عليه عندهم نقص، وطبيعة العمل هو أنت الوحيد الذي ملاكك على نفس المستشفى فنضطر ننقلك. أنا غبني وقهري ليس من أشخاص ظلموني، أنا قهري من النظام نفسه. ليش النظام ما ينصف المتميزين أو المتفوقين في هذه الحالة؟ هذا أولا إذا تسمح لي أخوي علي. الشيء الثاني، سبب المشكلة بالنسبة لي أنه وجود أنظمة منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية مثل موضوع الملاك الوظيفي اللي أنا في الذكر، والذي قد لا يكون منصفا من حيث توزيع الكفاءات حسب الإمكانيات وحجم وطبيعة المهام. فعلى سبيل المثال أنا وأعوذ بالله من كلمة، أنا عندي الشهادات التي تؤهلني إلى أمسك مناصب قيادية، لكن لا المسؤولين ولا الشهادات استطاعت أنها تتجاوز نقطة النظام. الموضوع الثاني أو النقطة الثانية، أنني أنا شخصيا أحب أثني على مجهودات الوزارة وعلى رأسها معالي الوزير توفيق الربيع الله يحفظه، وعلى فريق العمل في وزارة الصحة وحرصهم وعملهم الدؤوب على تحقيق رؤية المملكة، وجميعا نعمل نحن لهذا الغرض واحد وهو خدمة المواطن. وكما لا يخفى علينا أنه هناك قيادات في البلد تحرص على إعطاء ما اختلفنا بس أنت طالع زعلان الحين. هل كان في طريقة أخرى أنك في قنوات أنك تصل للوزير بدون ما تطلع في المقطع، يعني حتى لا تكون موجة؟ لأنه أنت اليوم إن شاء الله أنه فعلا أنت تكون مميز، بس أحيانا في ناس كسالة ومتباكين ومتشائمين ودائم يعني يعطي شعور الناس أنه مظلوم وما يشتغل. أنت إن شاء الله لست كذلك، لكن أنا أقصد أنه ما في طريقة في الوزارة أنك توصل للوزير قبل إظهار المقطع؟ على فكرة إحنا كإعلام يعجبنا المقطع، مادة دسمة لنا، بس أنا أتكلم عن سيستم بلد. طيب، الأولى من الأولات يا طويل العمر والسلامة، رقم واحد، فأنا لي تجربة سابقة 7 سنوات في الباحة، ما خليت باب في الوزارة إلا طرقته، لأني أنا ماني من سكان الباحة، أنا كنت في الباحة مغترب وأيضا في جدة مغترب. 7 سنوات في الباحة ما خليت باب نظامي إلا وطرقته للحصول على النقل النظامي بناء على كفاءات وخبرات وشهادات موقعة من كبار قادة الوزارة، ولكنها كلها لم تشفع لي هذه القنوات الرسمية، وتم نقلي من الباحة عن طريق واسطة، أقولها بكل صراحة. إذن الواسطة كانت فوق النظام في هذه الحالة. لما جيت في جدة وصار لي نفس موضوع النقل، تواصلت مع المسؤولين، عشان لا تقولي أني أنا لم أستخدم القنوات الرسمية، تواصلت مع المسؤولين عن هذا القرار. قيادات في وزارة الصحة في جدة أفادوني أولا أنه لم يتم مخالفة النظام أنظمة العمل. الشيء الثاني أنه يعني بيروقراطية العمل أخذوني أنه روح باشر أنت أول شيء وبعدين إن شاء الله يصير خير. فوقتها الناس كانت تناقض نفسها معي، نحن عارفين شغلك. طيب وعارفين الحين يعني أنت الآن يبغى لك واسطة ثانية في ملف جدة لأنك لقيت في الباب. أنا يطول العمر ما بواسطة ثانية. لا عارف يا أخوي، بس نبغى نخفف عليك نمازحك شوي. الله يرفع قدرك. تسلم. السؤال اللي بعد ما طلع المقطع، في أحد تواصل معك من مكتب الوزير، من الوزارة، من؟ الحقيقة أنا الشخص الوحيد اللي تواصل معي وأبدأ تعاطفه وأبدأ رغبته في تعديل الوضع ليس
حسن وصفه انه انا يا عصام ما ودي اغير قرارات الادارات، ولكن لا ارضى بكلمه انه احد يكون موظف عندنا مغبون او مقهور. الشخص الوحيد اللي تواصل معي وتعاطف واتخذ كمان اجراء بالاتصالات هو سعادة المشرف العام على الإدارة العامة بالتغذية الأستاذ مشاري بن حمد الدخيل، كثر الله خيره وجمل حاله على احتواء أهلي على الأقل من الناحية النفسية. طيب. وتقبله للموضوع. سؤال أخير. الوحيد. وعلى سؤال أخير أنا بسأل، هل أنت غبنك؟ أوكي فهمنا القصة، لكن سؤالي أنت زملاء لك في المهنة أو في التخصص، الوزارة في عندها آلية للتفريق بين من يعمل وبين من يطور نفسه، ولا كلكم نفس الشيء في النهاية؟ الوزارة عندها أنظمة، لكن الأنظمة هذه يعمل فيها شكليا، بمعنى موجود أنظمة لتحديد المتميزين وفي بدل تميز، وكمان الوزارة حطت برامج لطلبات النقل الداخلية والخارجية أونلاين، ولكن إذا جينا على أرض الواقع، على أرض الواقع عصام جزاع قدامك أكبر مثال، عنده ما يثبت إنه إنسان مميز، ولكن نظام مكتب العمل لم ينصفني ولم ينصف أحد بالحقيقة، يعني عفوا نظام الخدمة المدنية لم ينصفني ووجهني على حسب النظام. إذن أنا خصمي ليس أفراد وليس كيانات، أنا خصمي هو ضعف نظام الخدمة المدنية اللي لا يلتفت للحالات الخاصة بهذا الشكل. شكرا لك أخي العزيز عصام جزاء.